قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن حكم صلاة من لم تمس أنفه الأرض. أقول بالله التوفيق، الصلاة صحيحة مع الكراهة. أما الحديث الوارد في هذا الصدد لا صلاة لمن لم تمس أنفه الأرض فحديث ضعيف لا يصح. أما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أراب، الجبهة واليدين والركبتين والقدمين، فثابت، لكن الزيادة التي في الجبهة وأشار إلى جبهتي وأنفه، زيادة الإشارة إلى الجبهة والأنف التي استدل بها الموجبون للسجود على الأنف ليست من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الإشارة مدرجة من طاووس أو ابن طاووس وهو من التابعين، والله أعلم. ما حكم من فاتته بعض تكبيرات الجنازة؟ أقول بالله التوفيق، يأتي بها إذا سلم الإمام، لحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فبعمومه يشمل تكبيرات الجنازة، والله أعلم. يقول ما حكم إمامة الصبي لأمه في المنزل؟ لا بأس إذا كان الصبي مميزا أن يأم أمه في المنزل، وقد ورد أن عمر ابن أبي أو عمرو بن أبي سلمة كان يأم القوم عمره 6 سنوات أو 8 سنين، وكان ثوبه قصيرا، وكان ربما ظهر إسته وهو يصلي، فتقول النسوة غطوا عن إست صاحبكم، والله أعلم. ما حكم قول القائل المصري مليش بركة لنت؟ معنى هذه الكلمة عند المصريين مليش بركة لنت، يعني معناه أنني سأرضيك ولا تمشي من عندي إلا وأنت مجبور الخاطر وراض، وإن كان لفظها لا يشرع بهذا اللفظ مليش بركة لنت، يعني لأنها قد توهم أنه لا تأتيني بركة إلا من قبلك، لكن معناها عند المصريين أنك ستمشي من عندي مرضي ولن تساء، هذا والله أعلم. يقول ما حكم زواج الفتاة دون 15 سنة؟ أقول بالله التوفيق، أما العقد فجائز ولو كانت أصغر من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين، وأبانا بها وبنت 9 سنين، هذا، وتزف إليه إذا كانت تتحمل الوطأة، فإذا كانت ابنت 15 عاما ولا تتحمل المعاشرة فلا ضرر ولا ضرار حينئذ، والله أعلم. رجل نوى صلاة العصر مع قوم يصلون الظهر وهو لا يدري أنهم يصلون الظهر، نوى صلاة العصر مع قوم يصلون الظهر وهو لا يدري أنهم يصلون الظهر، له نيته فيكون قد صلى العصر وعليه إعادة صلاة الظهر، والله أعلم. يسأل عن حكم إتمام متنفل برجل متم والعكس. كل جائز، جائز أن يؤم المتنفل المتم، وجائز أن يؤم المتم المتنفلة، دل على ذلك أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع رسول الله ثم يذهب إلى قوم يصلي بهم العشاء نافلة، وأيضا جاء رجل متأخرا عن المسجد فقال الرسول لأصحابه من يتجر على هذا من يتصدق على هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل شيخ العزيز. تفضل. الأسبوع القوي يعني دراسة بقى عندي زايد وما أسيطر عليه. فهمتم كلامه يا إخواني؟
لم نفهم كلامك، إذا كان كلامك طيب يرضي الله أعده. سائل يسأل عن حكم أكل ثعبان البحر. أكل ثعبان البحر لا بأس به، لأن الله قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فبعمومه يشمل كل ما صيد من البحر، والله تعالى أعلى وأعلم. أي السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أسألك عن شركات تمويل تشاركي أو التسويق الشبكي. شركات التسويق الشبكي شركات نصب واحتيال، ابتعد عنها، وأصل التحريم في أمرها مبني على جهالة المنتج على التغرير الذي يصدر منهم. السلام عليكم. يسأل سائل عن قول المأمومين آمين، هل يكون بعد أن يقول الإمام آمين أم مع قول الإمام آمين؟ أقول بالله تعالى التوفيق، بل يكون مع الإمام، يؤمن مع إمامهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا يحدث توفقا بين تأميم الإمام وتأمين الإمام وتأمينهم. أما حديث إذا أمن فأمنوا فمعناه والله أعلم إذا أراد أن يؤمن فأمنوا، على نحو قوله إذا أكلت فسم الله، على نحو قوله إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ليس المعنى أنها على الماضي، إنما المعنى إذا أردت أن تقرأ، إذا أردت أن تأكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يكرمك يا حبيبي. بقول لحضرتك يا شيخنا، إيه حكم الدين في الاستعانة المسلم في العلاج حكم ماذا؟ حكم ماذا؟ في الاستعانة بالجن المسلم في العلاج. وهل في أقوال للشيخ الإسلامي ابن تيمية في الموضوع ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن الاستعانة بالجن المسلم في العلاج فحرام. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. و رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقد آمنت به طائفة من الجن، ومع ذلك لم يستعن بأحد منهم على شيء. آمنت به طائفة من الجن إذ قالت طائفة وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وقال قائلهم يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأمنوا به الآية. ولم يستعن النبي بهم في غزوة بدر ولا في الخندق ولا في أحد ولا في الأحزاب ولا في حنين ولا في غير ذلك. وقد فقدت من النبي أشياء فلم يستعن بعفريت أو جني أيا كان لاستخراج هذه الأشياء. وأيضا قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستعن بجني بل دعا ودعا ودعا والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا من فضلك ما حكم من يؤخرون صلاة الظهر إلى العصر بصفة دائمة، يعني وصلاة الجمعة كذلك، يعني كيف المساجد. لماذا يؤخرونها إلى العصر؟ ما السبب؟ بدون عذر بصفة دائمة يعني في تونس يصلون، يعني إذا أخروها حتى دخل وقت العصر وهم أهل حضور يأثمون لذلك. أما إذا كانت هناك ضرورات فالنظر إلى الضرورات. وقد وكذلك الجمعة إذا أخروها حتى دخل وقت العصر يأثمون ويصلون قضاء حينئذ. أما إذا كان هناك سبب داع للتأخير ساعة ساعتين ما لم يدخل وقت العصر جاز ذلك أيضا. وقد قالت عليه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله أعلم. يسأل سائل
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة يا شيخ. اتفضلي. أول حاجة بالنسبة للكلب والخنزير، لو هو يعني حي، هل لو واحد لمسه بهدومه يبقى اتنجست ولا لا؟ السؤال الثاني، عفوا، إذا كانت هناك رطوبة انتقلت لازمك غسل مكان الرطوبة. نعم. طيب السؤال الثاني، الإنسان اللي عنده 3 بول ده بيستنجل كل صلاة ويتوضأ لكل صلاة؟ ليس في المسألة نص، إنما قاسوها على المستحاضة عند من يرى صحة الحديث في شأن المستحاضة، وهذا على رأي الجمهور أنه يتوضأ لكل صلاة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أبو عزام السعودية. تفضل. الشيخ عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة ل شو اسمه، أعوذ بالله من الشيطان، أكيد تغيير الشعر شو اسمه للسواد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فتلك من مسائل الخلاف بين العلماء، هل يجوز تغيير الشيب بالسواد أم لا؟ وأنوه على أن الاستدلالات في هذا الباب بحديثين. الأول أن أبا قحافة أتى النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه كالثغام بياضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب. وردت زيادة في بعض الطرق أراها ضعيفة شاذة، غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، فلفظة جنبوه السواد أراها ضعيفة معلولة. هذا شيء. والشيء الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليكونن من أمتي أقوام يصبغون بالسواد لهم حواصل كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. هذا الحديث وإن حسن إسناده لكن ليس حرمانهم من الجنة بسبب الصبغ من السواد فيما أفهم من عمومات الشريعة، إنما هذا يبين أن هذه سيماهم، أن هذه علاماتهم، فعلى هذا يكون مكروها الصبغ بالسواد، وخاصة في حق كبير السن. أما الشباب أيضا فإذا كان يدلسون على خاطب، على مخطوبة ونحو ذلك، الغش لا يجوز. لكن كان الحسن والحسين وعقبة بن عامر وسعد بن أبي وقاص كانوا يصبغون بالسواد. فألخص لك القول، الأولى لك البعد، الأولى لك البعد، والله أعلم، من غير جزم بالتحريم، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان عندي سؤال يا شيخ، بالنسبة للمسح على العمامة، لازم ان انا امسح على جزء من الشعر ثم العمامة ولا العمامة بس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيرى جمهور العلماء ان الشخص يمسح على ناصيته ويتمم المسح على العمامة. هذا رأي المذاهب الثلاثة باستثناء الحنابلة. وسبب ذلك انه قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ومسح على ناصيته وتمم على العمامة، وهذا ثابت صحيح. أما حديث أن النبي توضأ ومسح على الخمار فقد أعله فريق من أهل العلم بالانقطاع، فمن ثم الحنابلة أخذوا بالحديث، لكن الجمهور أخذوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فقالوا يمسح بعض الرأس مع الإتمام على الخمار أو على العمامة، والله أعلم. الناصية ثم الشعر ثم العمامة؟ نعم، يعني الناصية ثم الشعر ثم العمامة؟ لا الناصية هي من الشعر، الناصية من الشعر. نعم، أو يعني بعد بداية الشعر مع العمامة. نعم، بداية الشعر مع العمامة، بداية الشعر مع العمامة هكذا. طب ممكن سؤال تاني يا شيخ؟ نعم. بالنسبة هل الإغماء بيوجب الغسل؟ الإغماء لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. طب ممكن الشيخ سؤال تاني معلش؟ اتفضلي. بالنسبة لقراءة القرآن في الصلاة، هل لازم ان انا الصور بتاعتي تكون مترتبة زي ترتيبها في المصحف؟ حرام ان انا اجيب واحدة بعد واحدة قبل واحدة؟ لا ليس بحرام، لان النبي صلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. نعم، يعني يجوز ان انا ارجع تاني للحاجة قبلها. عجبتك، جايزك الله خير. السلام عليكم. يسأل سائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، لو سمحت انا عندي سؤال. سل الا عندي في البر عندي. الو. نعم
أنا عندي شيخ سؤال لو سمحت، معايا واحد بيكلم أخته مرته بيرن عليها 24 ساعة وهي بترن عليها 24 ساعة، ممكن أعرف السؤال لو سمحت؟ هذا حرام، حرام، هذا العبث حرام ولا يجوز، وهذا تخبيب المرأة على زوجها ومقدمات للفاحشة. يسأل عن جمع الظهر مع الجمعة، الجمعة مع العصر، لا أعلم مانعا من ذلك، فرأي العلماء القائلين بالجواز على أن الجمعة قامت مقام الظهر أراه أسد وأليق ولا مانع من ذلك. السلام عليكم. والله أعلم. السلام ورحمة الله. نعم، أريد أن أكلم الشيخ. معك، تفضل يا شيخ. نعم، أريد أن أسألك شيء. تفضل. وهو أن فتح القسطنطينية. نعم. وما تجرى ومنذ متى؟ ها؟ شكرا. كان في زمن معاوية رضي الله عنه، بعيد زمن معاوية رضي الله عنه بقليل، وبين يدي الساعة يكون ذلك إن شاء الله. السلام عليكم. سائل يسأل عن حكم إطالة الأظافر، هل جائز أم لا؟ أقول وبالله تعالى التوفيق إن إطالة الأظافر منهي عنها، فالنبي قد وقت لذلك 40 يوما لا تطول بعدها الأظافر، وكذا الشارب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أو الإبط، عفوا الإبط ليس الشارب. وإنت نعم، الركعة الثالثة. ها؟ الركعة الثالثة إلى قيل مع الإمام، نسينا وقيل مع الصورة، فتح الصورة، سجود يستحق السجود؟ يعني يسأل عن قراءة القرآن بعد الفاتحة في الركعة الثالثة، لا بأس بذلك، وخاصة ما في صلاة الظهر. واستدل العلماء لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في بعض صفات صلاته كان يقرأ في الأوليين من الظهر بنحو من 30 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الأوليين بنحو من 15 آية، وفي الأخرين على النصف من ذلك. قالوا فدل ذلك على أن الأوليين من الظهر أطول من الأوليين من العصر، فدل ذلك على جواز وأن الأخرين في الظهر أطول من الأخرين في العصر، فدل ذلك على جواز قراءة سورة خلف بعد الفاتحة في الظهر، وإن فعلت مع العصر أيضا لا مانع، يعني النبي قال في تعليمه المسيء صلاته اقرأ بفاتحة الكتاب، وفي بعض الروايات وما تيسر معك من القرآن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو بين كل أذانين صلاة، هل على المرأة أن هي يعني عايزة تصلي تعمل بالحديث ده تصلي قبل الإقامة ركعتين ولا لا؟ هذا المراد بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة، فأطلق على الإقامة أذان تجوزا، كما يقول تعالى في شأن الوالدين، فتجوزا هي الوالدة، الأب لم يلد، وكذلك قال تعالى الأبوان، نقول الأبوان ونعني الأب والأم، يقول النبي الأسودان، المراد التمر والماء، يقول أيضا رأيت الشمسين، والمراد الشمس والقمر، فقوله بين كل أذانين صلاة يعني بين الأذان والإقامة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤال يا شيخ. اتفضل. لي الوالد تاعي. نعم. أبوي دار نذر. ها؟ كان عنده مبلغ كل شهر، ونذر أن يقسم هذا المبلغ على نصفين، النصف يصرفه والنصف يتصدق به، ولكن مع مرور الأيام وجد أن هذا المبلغ لن يكفيه في مصاريفه، ما هو الحل؟ والله الفتوى اللي يعني رجل كان له دخل فكان نذر
أن ينفق نصف الدخل والنصف يتصدق به، بعد ذلك نصف الدخل الذي له لم يعد يكفيه، فماذا يصنع؟ يتحلل من نذره في الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ويكفر كفارة يمين عن النذر الذي تخلف عنه، فيأخذ ما يكفيه والباقي يتصدق به ويكفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. أنا كنت سألت على السؤال اللي هو ما بين كل أذانين الصلاة، ماذا تفعل المرأة؟ تصلي ركعتين بين الأذان والإقامة؟ نعم لا حرج، ركعتين ولا أي عدد؟ أي عدد كما تشاء. طب بالنسبة للمستحب تأخير العشاء لثلث الليل أم لنصف الليل؟ المستحب أن يكون لمنتصف الليل، لكن الجواز أختاروا رأي العلماء القائلين بأن وقتها يمتد إلى الفجر، لحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، وإن كان من العلماء من يختار أن وقتها ينتهي بمنتصف الليل، فاحتياطا لا تؤخريها بعد منتصف الليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لك يا شيخ. الحمد لله. ربنا يبارك لك. وياكم. دلوقتي أنا لما بسمع القنوات الدينية هل أنا باخد أجر عليها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وقد قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. مأجورة إن شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ ما رأيك ب قل خيرا قل خيرا قل خيرا او اصمت. شيخ ما راي ما راي ما رايك في ايش اسمه الصيد، اعوذ بالله، في القتل، قتل الصيد بحاجه مثل بحجاره، هل هي حلال ام حرام؟ قتل الصيد بالحجاره، قتل الصيد بالحجاره النبي نهى عن الخسف، قال انه يفقه العين ويكسر السن، إنه لا يقتل، فهناك نهي عن مثل هذا، والنبي قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عودت الاتصال. ما سؤالك؟ بما يحدث في القسطنطينية. خلاص أجبتك بالذي عندي، ليس عندي مزيد. سؤال آخر يسأل عن كتابة الدين، هل تجب؟ أقول كتابة الدين لا تجب. نعم قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لكن صرف عن الوجوب بقوله تعالى فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ولم يكتب عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الشيخ لو سمحت، جوز الطيب حلال استخدامه في الأكل والشرب؟ جوز الطيب اختلفت الأقوال فيها، إن كان كثيرها يسكر فقليلها وكثيرها حرام، وإن كان لا يسكر فهي حلال. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة للمرأة لو ما كانش في مكان ساتر ليها ان هي تصلي فيه، مكان في وسط الجموع ما فيش مسجد ولا كده، تصلي وهي قاعدة ولا تعمل ايه؟ لا تصلي وهي واقفة، الفريضة تصلي قائمة، الفريضة تصلي قائمة، تتجه لحائط وتصلي قائمة. السلام عليكم. والسلام عليكم شيخنا الفاضل، بارك الله فيك. وفيك بارك الله، تفضل. والله يحفظك يا شيخ. يا شيخ مرات يضطرون كي نسأل أسئلة ما ينبغي لنا أن نسألها، ولكن سائلة تسأل يا شيخ تقول لك هل عندما أذهب لأزور ميتي في القبر هل يسمعني أو شيء من هذا القبيل أو يسألني بزيارتي؟ أفدنا جزاك الله. على كل حال، على كل حال مسألة سماع الأموات فيها كلام، فمن العلماء من يرى أن الموتى لا يسمعون لقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور،
ولقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقال بعض العلماء بسماعهم خاصة فور وفاتهم لقول الله تعالى لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر أتخاطب أقواما جيفا يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرعا عليهم. ولأن عمر بن العاص قال إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. فهذه بعض استدلالات القوم على السماع، لكن على أي حال سماعهم لا ينفعهم بشيء، إنما تنفعهم أعمالهم الصالحة ودعاء الداعين وصدقات المتصدقين عنهم إلى آخره. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أسألك يا شيخ عن المرض، هل أي مرض يكفر الذنوب؟ الأمراض في الغالب كفارات، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، أوردوا أثرا أن أبا بكر قال للرسول أنحن مجزيون بكل ما نعمل؟ قال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فقال نعم. قال فهذه أي أنها كفارات، وإن كان الخبر فيه كلام لكن بمقتضى قال بعض العلماء للحديث الأول والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، أنا زوجي يعني ظروفه على قده وأني نفسي أطلع أشتغل وهو مش موافق أساعده يعني، فأنا كنت طلعت عشان يعني أشتغل بس هو يعني وافق، ففي تأثير في بيتي يعني لأني مش قادر أقعد مع أولادي اللي أنا حافظهم قرآن وكده، فهو دلوقتي مانع وأني قاعدة في البيت مش قادرين إن إحنا نصرف أو يعني عفوا زوجك يرفض أن تعملي وأنت تريدين العمل، هل اشترطت عليه قبل الزواج أن تعملي؟ لا لا. إذن القول قوله ما دام يكفيك. بارك الله فيك. يسأل عن حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل أقرض رجلا مالا ولم يكتب ذلك الدين. أقول الحديث ضعيف، وقد ركب هذا المتن على متن حديث آخر وهو ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، وعبد أدى حق الله وحق مولي، ورجل كانت تحته امرأة أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها وتزوجها. هذا إخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.